عمو 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 عمو، ممكن تسألني في المسألة دي؟ ممكن تيجي تحللي المسألة دي؟ في ناس كتير ضغوط الحياة ومشاكلها أثرت على مشاعرها وحتى قدرتها إنها تساعد، وبقينا بنجري مهمومين بأحوالنا، بس أكيد في أمل. عمو عمو، ممكن تسألني في المسألة دي؟ مسألة؟ تيجي تحللي المسألة دي؟ وريني. مسألة إيه يا حبيبي؟ وسط كل الصعوبات بتكون المحاولة شرف كبير. أنا واحد جي. ممكن تيجي تساعدني في المسألة دي؟ عندي شغل. مسألة إيه؟ إيه؟ سنة كام أصلا؟ سنة تانية. تانية ابتدائي؟ ده إحنا كبار أوي على الكلام ده. أشكال بقى، ستة أحرف أو أكتر. أشكال ليس لها أحرف أو أوجه أو رؤوس، هي دي. فهمني المسألة. بص دلوقتي هو بيقول لك عايز أشكال لها ستة أحرف، واللي فوق هنا برضه نفس الحاجة بس عايزة من أربع حروف. دي بالوزن، دي تتقاس بالوزن. وريني أشوف كده في إيه. أشكال لها رأس زاوية واحدة فقط، يعني مثلا هرم، مثلث. بصراحة ما أعرفش. دي اسمك كده؟ اكتب هنا مربع. يا نهار أبيض، ده صعب قوي عليا، أنا مش عارف. الأمل دايما موجود طالما في ناس قادرة تساعد. انت فين هنا اللي لها حروف؟ لها ست أحرف، تبقى بتعدهم؟ واحد كتير يا بولا، بيقولوا أكتر من ستة. وده كان تصرف من القلب بجد. دي اسمها إيه؟ الكلام ده صعب أول، نسيته الكلام ده بقالك كتير. عايز تعرف إيه تاني؟ أنا عايز أعرف كل ده. دي وحدة القياس. أشكال لها وجه دائري على الأقل واحد. ده أنت شوف هتقص زي بعض وتحط هنا أهو. عد بقى كده كم حرف هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لا ينفعش، وعايز أكتر من ستة. دي أشكال، ده مربع وهرم، اللي هو ده، ده المربع. وده الهرم. 11، 12، 13، 14. 10، 12، صح، أنت صح. 10. في ناس قلوبها من ذهب. الأشكال مالهاش أحرف ديت هنحط الكرة. وكل واحد من دول ورا واحد. شكرا. الحاجات اللي ما فيهاش مسائل ومربعات فاضيه دي تدريبات، فاهمني؟ الكلمه الطيبه والتشجيع بيفرق كتير. طب يعني انت بتذاكر وبتعمل نظيف؟ ربنا معاك يا رب. وانت بتقعد تذاكر وشغال بتعمل نظيف؟ حتى لو كانت مجرد طبطبه وكلمه حلوه، ساعات بيكون تأثيرها ملوش حدود. الله يعينك يا حبيبي، الله يعينك، الله يعينك. كتير ناس كان رد فعلها مصدر سعادة وأمل، وكنا محتاجين نفهم منهم أكتر ونتكلم معاهم. حضرتك مش مجرد ساعدته في حل مسألة، ده انت قضيت معاه اليوم تقريبا. انت ما وراكش حاجة ولا ايه؟ لا والله انا عندي جامعة بس قلت اشوف. فكرة ان هو مصر على انه يتعلم برغم ظروفه الصعبة دي اللي لفتت نظرك فيه. بصراحة يعني انا حتى بصيت عليك كنت هقعد من غير ما يناديني. لا انا خمس دقايق مش هيعطلوني يعني في حاجة. مثال مش موجود عند ناس كبيرة، اللي هو يجتهد ويشتغل. الفكرة ان هو قاعد وبيذاكر وعنده امتحان وكده، دي يعني الناس اللي يعني باصص التعليم وباصص المستقبل ومش عايز يفضل في اللي هو فيه، فدي اكيد الواحد يبقى عايز يساعده. انا شايف معاه مناديل ما طلبش مساعده، شايف معاه فكه ومش عايز فلوس، استغربته يعني. لازم نساعد الناس زي دي، في ناس مش لاقيه فعلا، في ناس مش لاقيه تروح مدرسه فعلا، فلازم نساعدها. كونه برغم فقره وبرغم امكانياته المعدومه تقريبا ماسك كتابه وقاعد في وسط الشارع وبيذاكر، لفتت نظرك الحكايه؟ طبعا دي حاجة مهمة جدا، ان هو حتى لو طفل صغير ومثلا واقف بيبيع مناديل او ده كله وبيمسك كتاب ويحاول يذاكر ويتعلم ويوصل لمكان احسن، دي حاجة مهمة جدا. هل واجب على اي حد يعدي ويشوف طفل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده لازم يقف ويعمل اللي انتوا عملتوه بدون ما يفكر؟